واحد من يعني زمايلك الاعزاء جدا، فعايز حضرتك تقول الو. الو يا بوجا، ايوه عرفت مين؟ حبيبي اينو. صح كده، اينو، لا اينو ده من احسن الشخصيات والله الامان، كنا نفس ملوش المركز. حل، لا 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 ده ملوش حل يا كابتن اينو. انا مستنيه وان شاء الله هيكون مع في تعاون معايا قريب ان شاء الله. طيب خلاص خدوني معاكم بقى انتوا الثلاثه. يا كابتن معتز، برحب بيك كابتن معتز على قناه الاهلي، ومعانا واحد من زمايلك ونجوم تونس ونجوم النادي الاهلي، كابتن انيس بوجلبان. حبيبي ازيك يا عمر؟ طبعا في البدايه يعني اتمنى ان هي تكون حلقه سعيده، وانت يا عمر شخصيتك محترمه ربنا يخليك كابتن معتز، حلقات قويه جدا يعني. ربنا يخليك كابتن معتز. يعني طبعا اخذنا الكابتن انيس كده في زياره سريعه كده، اخذناه قلنا نجيبه يعني نسجل معاه حلقه كده علشان خاطر وحشنا كتير، وقلنا لازم النجوم اللي تكون موجوده، واحد زي الكابتن معتز اينو هو احسن واحد اتكلم على الكابتن انيس. طبعا مفيش شك، انيس طبعا. ازيك يا انيس؟ الله يخليك، وينك حبيبي؟ ازيك يا حبيبي، عامل ايه؟ الحمد لله على السلامه، ونورت مصر بلدك الثاني. الله يخليك، شكرا شكرا. انيس طبعا يا عمر من الناس المحترمه جدا بعيده عن الكوره، وغير بقى اللي هو في الملعب بقى ايه، يديك حته فنيه كده في الماتش. وانت عارف انا لعبت جنبه كتير، كنت بلعب انا وهو حسام عاشور، بس انت عارف حسام عاشور كان هو المسمار، انا وانيس اللي كنا بنتنقل عليه. صح صح. بس في ماتشات كتير لعبتها انا وانيس، فانيس طبعا لعيب كبير ونجم تونس، و يعني اسم طبعا مهما اقدر اتكلم عنه راجل يعني غني عن التعبير، وانا اتشرفت اللي انا لعبت معاه وجنبه، وبتمنى له كل التوفيق. طبعا هو دلوقتي مدرب، وربنا يكرمه في حياته التدريبيه ويكون موفق دايما، ويعني بتمنى له كل التوفيق. هو اخويا وهو عارف انا بعزه ازاي. اكيد يا كابتن معتز انت اللي علمته عربي كويس، يعني هو كان بيتكلم تونسي لكن اكيد حصل بقى يعني بما انه موجود جنبك في نص الملعب على طول، فانت اللي علمته عربي، خليته يتكلم عربي كويس. هو عارف، هو حتى يقول لك اللي تخلي اي حد يتكلم عربي. يعني الشله بتاعتنا كان اي حد دخلته خلينا يتكلم عربي في الاول، يعني هو اصلا عربي لكن بص بقى واحد اجنبي خالص يتكلم عربي. طيب عشان اوضح النقطه دي، انا قصدي طبعا ان الاخوه التوانسه بيتكلموا شويه لهجه تونسيه وفيها فرنش، عشان اتكلمت مره قلت يعني على التوانسه المغاربه بيتكلموا عربي، فطلعوا يعني الناس بتقول لي هو ازاي بيتكلموا عربي، فبقول لهم لا انا قصدي بيتكلموا مصري، اللهجه المصريه بتكون مختلفه شويه عن اللهجه التونسيه واللهجه المغربيه. كابتن انيس اكيد استغربت بقى في الاول لما شفت الشله كابتن معتز وشفت الهزار وشفت طريقه الكلام، فاكيد اتعلمت بسرعه ما خدتش وقت. لا لا على طول يعني بصراحه من اول ما دخلت نادي وكاني عندي سنين مع اللاعب، يعني ممكن القوه في الجيل انه اي لاعب في يومين يولي وكانه عنده سنين في النادي. اكيد انه معتز اينو يعني ما فيش موقف مع الكابتن اينو فاكره، يعني موقف كده كان موقف مضحك، موقف كوميدي سواء في الملعب او بره الملعب حصل بينك وبين كابتن اينو؟ كل يوم كل يوم مواقف معاه مضحك اينو، ما بيسيبكش. ما فيش حد بيسيب هنا في حاله في النادي، هو بركات الامانه يعني لافين كانوا اقوى 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 اثنين في الجيل يعني بمواقف وضحك، وكنا يعني القراب يعني كانوا قراب جدا من قلبي للامانه. كابتن معتز انا عارف انك ليك موقف في الملعب ممكن تكون يعني الماتش الامور سخنه جدا، وممكن تدي واحده كده لحد جنبك كده حته فيها هزار حته فيها ضحك، يعني ما حصلش بينك وبين كابتن انيس مره كده في تدريب او في ماتش موقف فاكره ممكن تحكي لي عليه؟ لا هو بص، هو انا مش متذكر بالظبط، انت خدتني على اخوانا ودخلت على اخوانا، لكن انا لما حضر كنت هقول لكن هو زي ما هنيس بيقول لك احنا يوميا الدنيا فيها هزار وبنضحك وبنهزر، وكان عمر زمان انت عارف الكيس بتاعنا كان كل الناس بتحب بعض. طبعا انا عايز اقول لك انت واحمد السيد يا كابتن معتز كنتوا عاملين دويتو ابن لذينه. احمد السيد كمان. احمد السيد ومعتز اينو كان دويتو ملوش حل. لا وفي عاشور واحمد عادل وصديق وشديد وبركات، يعني الناس كلها صراحة كانت عامله حاله في الفرقه، والحمد لله كان عشان الحب ده كان ربنا بيكتبنا، بنساعد اي حد وبننزل وبنهزر وبنضحك بس بتنزل بتكسب. فانا يعني يمكن انيس يقول لك اوقات بيبقى فيه هزار واوقات بيبقى فيه حالات من الجد، بس بشكل عام الجو كان بيبقى حلو، الجو كان بيبقى فيه حب، الناس كلها بتحترم بعض، الكبير كبير والصغير صغير، فلا الموضوع كان مختلف، وعشان كده كان ربنا بيكتب يعني. كابتن معتز يعني بصراحة احنا متعودين او بنشوف ان اي حد بينافس اي حد موجود مكانه ممكن بيكون في يعني
بعض ايه يعني، مش عايز اقول لحضرتك نفسنا ماشي بلغه الكوره صح، لكن الجميل في علاقتكم واللي موجود جوه النادي الاهلي ان كل واحد موجود في مركز التاني بيبقى فيه حب، بيبقى فيه ود، بيبقى فيه تواصل، حتى بعد ما بتبطلوا دايما بتكونوا في علاقه جيده جدا، فده اعتقد ان هو نادرا ما بنشوفه، واعتقد ان هو مميز فقط جوه النادي الاهلي. لا طبعا مفيش شك، احنا كلنا اخوات واحنا كلنا لعيبه في النادي الاهلي. مين يلعب او مين ما يلعبش، مش عارف روح الفانيلا طبعا هي اللي يعني بتكون كل المجموعه، لكن مين يلعب ومين ما يلعبش دي مش بتاعتنا، لكن احنا كلنا اخوات وكلنا بنحب بعض وبنهزر مع بعض وبنتمرن وكل حاجه. وعلى سبيل المثال اللي انا اقتنع اشوف في اوضه واحده 5 سنين لحد ما مشاك لحد ما خلص عليا. لا بس يعني بص انا بلعب، اجيب يلعب، كان حسام عاشور يلعب، صحينا واحد. فما فيش اي مشكله خالص، بدليل ان انا وحسام كنا بقول لك بنلعب قاعدين في اوضه واحده وبنلعب في اوضه واحده على مدار ال5 سنين اللي انا لعبتهم في النادي الاهلي. واوقات مثلا هو ما يلعبش العب انا وليد وعادي ما فيش مشكله، انا العب هو ما يلعبش، يعني كلنا توازيه وكلنا بنحب بعض بغض النظر الحاله بره ايه وعلاقتنا ايه، والكره دي حاجه ثانيه خالص، ده شغل فاهم؟ صح يا كابتن معتز. مفيش اي مشكله، كان اي اثنين يلعبوا مفيش مشكله، وفي ايام مثلا كنت انا بره او انيس بره ومستر مانويل انت عارف كانت طريقته لما مثلا بنلعب في افريقيا اول ما بيجيب جول هو دايما كان بيحب يلعب الضد الثاني. صح. فكان بيجي اوقات كتيره انيس عارف اللي كنت انا بره وانيس وحسام عاشور احنا الثلاثه عشان يقفل نص الملعب. صح. أكيد طبعا يا كابتن معتز، يعني ذكريات جميلة جدا وبنتبسط لما حضرتك بتكون موجود معانا سواء ضيف أو سواء في اتصال هاتفي، كمان أنت موجود معانا على التليفون مع واحد من نجوم النادي الأهلي الكابتن أنيس بوجلبان. طب يا كابتن معتز طمنا عليك، يعني فرصة أنك موجود معانا فطمنا على يعني الفترة اللي جاية في قطاع الناشئين، أخبار الدنيا إيه، أخبار الكابتن معتز إيه، طموحات الكابتن معتز في الفترة اللي جاية. أنا السنة اللي فاتت الحمد لله الحمد لله خدت بيهم البطوله اول 3 فريق، والسنه دي انا ماسك 2005 14 سنه برضو. تمام. فبتمنى التوفيق من ربنا ونقدر يعني نخدم الفريق الاول، واحنا كلنا شغالين في منظومه كبيره واكبر نادي في افريقيا النادي الاهلي، فكلنا بنشتغل وبنسعى ان احنا نعمل حاجه للفريق الاول، وبنعلم الاولاد من صغرهم اللي هم دايما يطلعوا على بطولات، احنا ما عندناش حاجه اسمها خساره بنعودهم. طيب واضح ان الخط قطع عليك. طيب ربنا يكرمك ان شاء الله، عشان انيس انا متفق معاه ان هو ان شاء الله هيجيب لي عقد احتراف معاه في تونس. ما انا بقول لك عليك، ما انا بقول لك اروح معاك، واوعى يا كابتن تروح وتبيعنا يا كابتن معتز. اه انيس مدير فني وانا امسك معاه وانت تبقى مدير فوز. كابتن اينو احنا جايبين لك هدف اعتقد ان هو من يعني اعز الاهداف اليك ولقلبك، واكيد بتحبه جدا، هدف الكابتن معتز اينو في الزمالك اللي اخذها على مره واحده على طول من على قوس ال 18. اكيد ده نهائي السوبر، ده طبعا جول ما يتنسيش، والاحسن واحسن بالنسبه لي وعند الناس كلها اللي هو ده جول في البطوله، وكانت بطوله السوبر، وانت عارف دايما لعيب النادي الاهلي بيلعب على بطوله، فلما بتحرز بطوله ويكون كمان انت يعني جولك جول مؤثر في البطوله عشان تحرز بطوله، اكيد ده بيبقى في حياتك حاجه كبيره جدا، والحمد لله الناس فاكراه لغايه دلوقتي. وانا بتشرف طبعا ان انا اجيب جول في ماتش قمه، يعني اللي يجيب جول في ماتش قمه وانت عارف عمر بيفضل فان طول العمر. صح ده حقيقي فعلا. لا يعني احرزت هدف في مباراه قمه الوطن العربي كله بيتفرج عليها مش مصر بس، فاكيد طبعا بتبقى حاجه سعيده بالنسبه لي. كابتن معتز يعني احنا اتشرفنا بيك جدا، واحد من يعني النجوم اللي كانوا موجودين في النادي الاهلي واللي موجودين حاليا في قطاع التدريب، بتمنى لك التوفيق يا كابتن معتز، حضرتك شخصيه محترمه جدا وشخص مجتهد، وان شاء الله تكون واحد من المدربين الناجحين في النادي الاهلي وفي مصر خلال الفتره القادمه. كابتن معتز اينو نجم النادي الاهلي ونجم منتخب مصر. كابتن انيس اتكلم